تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 501 من القضايا التموينية المختلفة بمضبوطات بلغت قرابة 164 طن مواد غذائية وغير غذائية. وتم ضبط أكثر من 116 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط قرابة 48 طنًا كما تم ضبط 721 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 154 قضية خبز ناقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات